يعني الفيديو دوت اتطلب مني بقوة جامدة جدا. هنخزن مع بعض الطماطم، سعرها دلوقتي حنين جدا، يعني ال4 كيلو ب10، التلاتة ب10، ممكن كمان تلاقي ال5 كيلو ب10 جنيه، على حسب المكان اللي انت موجودة فيه. هي دلوقتي سعرها حلو قوي، فتقدري اللي انت تشتري كمية اللي انت عايزاها ونفرز منها كذا نوع للطماطم. يعني ايه يا هبة؟ يعني هنعمل صلصة طماطم للمحشي، صلصة للفتة، كمان هنعمل صلصة طماطم للطبيخ او الخضار، هنعمل صلصة للبيتزا، هنعمل الكاتشب مع بعض. المهم يعني هنعمل مع بعض حاجات كتير جدا. اول حاجة هبديها معاكم او هبتديها معاكم هي الطماطم بتاعة الطبيخ. يعني ايه طماطم الطبيخ؟ الطماطم اللي احنا بنستعملها عادي في يومنا الطبيعي. لو عاوزتي تعملي شوية مكرونة، عاوزتي تعملي شوية بسلة، بامية، اي حاجة من الحاجات دي هنعملها النهاردة ان شاء الله بطريقة سهلة جدا وبسيطة، وتقدر كمان تقعد معاكي فترة طويلة جدا. يلا بقى الحقي جيبي كمية محترمة كده عشان تقدر اللي هي تقعد معاكي لشهر رمضان ان شاء الله. طب يا هبة انت بتعمليها ازاي؟ هقولك دلوقتي انا بعملها ازاي، بتبقى سهلة عليا. لو هتعملي قفص طماطم كله هتعمليه في وقت مش هياخد منك والله العظيم وقت خالص، يعني هياخد منك وقت صغير جدا ومش هتتعبي ولا اي حاجه، بل هي هتبقى عندك في الفريزر تستخدميها في اي وقت. انا معايا الطماطم الكميه اللي انت عايزه تجيبيها هاتيها. انا دي الكميه ديت انا جايبه كميه كبيره بس على قد الحله ما خدت انا حطيت فيها، تمام كده. الطماطم دي انا غسلها كويس جدا 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 وشايله منها الحاجات الخضراء اللي هنا، وكمان ماسكه الطماطميه كده ما فيهاش اي حاجه زي ما انت شايفه كده، الطماطم مقفوله كويس جدا. والمستحب اللي انت تجيبيها كده، نصيحه مني، ما تجيبيش الطماطم اللي هي مستويه او مفتوحه او اي حاجه ويقولك وش القفص والكلام دوت، بلاش خالص. طماطميه تبقى مقفوله كده وطريه، لكن طول ما هي مفتوحه ما تجيبهاش لان بتبقى حمضانه من جوه. نصيحه مني دي كلها كميه الطماطم اللي انا هعملها. بعد ما غسلتها كويس جدا ما بتعمليش اي حاجه فيها، عايزه تشيلي الحته اللي فوق دي شيليها، لكن انا مش هشيلها علشان خاطر انا هصفيها بعد ما تتعمل معايا، تمام. يستحسن تصفي الطماطم اللي احنا هنشيلها في الفريزر، طماطم اللي بتتشال في الفريزر بتتصفى. هعمل ايه دلوقتي؟ حطيتها في حله كده على النار، حله اي نوع حله عندك، حتى لو الومنيوم مفيش اي مشاكل خالص. هولع عليها النار من غير ميه ومن غير اي حاجه خالص، وهسيبها على النار بقى لحد ما هي تستوي معايا. بسم الله، انا كده ولعت عليها النار، ما تخافيش مش الحله مش هتتحرق، مش هيحصل لها اي حاجه خالص، بس هدي النار عليها علشان خاطر تستوي معاكي وكمان تنزل الميه بتاعتها وتلاقيها بقت حلوه معاكي. هسيبها بقى على النار كده لمده مثلا نقول ربع ساعه، واجي ابص عليها تاني اقلبها، انزل اللي فوق تحت واطلع اللي تحت فوق، وكده كل 10 دقائق تيجي تقلبيها وتشوف هنعمل ايه مع بعض تاني في بقيه الطماطم. هسيبها بقى كده شويه وبعد كده هرجع لك تاني ومكملين مع بعض بقيه التخزين بتاعه الطماطم. كمان هقول لك على الطريقه اللي انا بخزن فيها في الفريزر، سالت عليها كتير جدا، هي ازاي الطماطم بتبقى مبططه كده في الفريزر وما بتاخدش منك مساحه غير تماما لما بتحطيها في كيس وتربطيها ويدوب ترميها كده في الفريزر، بتاخد مساحة جامدة جدا. لكن النهاردة هقولك على الطريقة ازاي تستغلي اكتر مساحة عندك في الفريزر لتخزين حاجات كمية كبيرة جدا من الخضر. حبايب قلبي، بعد ما سبت الطماطم لمدة ربع ساعة بالشكل دوت كده، خلاص بدأت اللي هي تدخل معايا بقى في السوا، كمان قلبتها كده علشان خاطر اللي الطماطم اللي فوق، يعني دي انا لسه منزلاها تحت، تبدأ اللي هي تدوب معايا وتستوي. هبدأ اللي انا اضغطها كده لتحت بالشكل دوت كده اهو زي ما انت شايفة. حاولي تهدي عليها النار وتسيبيها بقى تعيش حياتها خالص، هتبدأ اللي هي تستوي معاكي وتتهري في الحلة. ما تخافيش ما حطيتش ولا نقطة مية، زي ما انت شايفة كده هي الطماطم نزلت كل المية اللي فيها. طبعا انا مش هاجي جنبيها لحد ما الطماطم اللي انا لسه منزلاها اللي هي كده اهي لسه منزلاها تحت تنزل تحت تاني كده، وتبدأ اللي هي تدوب معايا زي الطماطم اللي هي بالشكل ده كده. شايفه شكلها عامل ازاي؟ هسيبها بقى كده لمده ربع ساعه تاني وارجع لك تاني ونشوف مكملين مع بعض ازاي. بصي دلوقتي بقى بعد ما سبتها حوالي كده على النار تلت ساعه وخلاص خلصت معايا بالشكل دوت، سبتها لحد ما بردت خالص. بعد ما تبرد بقى هعمل ايه؟ لو انت عندك هاند بلندر هنضربها بالهاند بلندر، عندك خلاط هتحطيها في شفشق الخلاط حبه حبه وتضربيهم في الخلاط، تمام كده هتبقى معاكي سهله قوي وسريعه ومش متعبه خالص، وكمان ما فيهاش ولا نقطه ميه.
انت بقى طبعا هتاخدي حبه حبه تحطيهم في شفشق الخلاط، يعني كده تملي نص الشفشق وتضربي، ما تحطيش ميه لان هي فيها سايل اهي شايفاها، بس كده هي الطماطم نزلت الميه بتاعتها. انا دلوقتي هبدا اللي انا اضربها بالهاند بلندر. هاند بلندر وخلصتها معايا بالشكل اللي انت شايفاه دوت كده. طبعا انت هتحطيها في الخلاط بقى وتبداي اللي انت تضربي فيها حبه حبه لحد ما تخلص معاكي. بعد كده المرحله اللي جايه مهمه جدا، احنا دلوقتي مش هينفع ان احنا نعملها بالسمنه وتحمري بصلايه وتحطي عليها سمنه، عامه لما بتحطي اي حاجه في الفريزر داخل لها سمنه السمنه بتزرنخ كده معاكي وبتدي طعم مش حلو خالص. طب يا هبه انت هتحطيها كده بس؟ ايوه انا هحطها كده بس، مش هحط عليها اي حاجه خالص. خليكي فاكره اللي احنا ما حطيناش ولا نقطه ميه، يعني هي طماطم خام ما فيهاش اي حاجه خالص. انا دلوقتي المرحله اللي انا هعملها دلوقتي انا هاخد الطماطم بتاعتي دي وهصفيها كويس جدا، وبعد كده هقول لك هنعمل ايه. دلوقتي بقى جبت طبق كده كبير وبعد كده جبت مصفى بتاعتي هبدا ان انا اصفي فيها الطماطم. يستحسن ان انت تصفي الطماطم لاني لما بتتحط في الفريزر، او عن نفسي انا لما بعمل اي اكل فيه داخله طماطم لازم اصفيها. اولا القشره بتاعتها دي بتبقى شكلها مش حلو في الاكل، ثانيا بتتعب المعده، فيستحسن ان انت تصفيها. في ناس كتير قوي ما بتصفيش الطماطم، بس انا مش بنصح بكده بصراحه. انا دلوقتي هصفيها بقى كده بسرعه، وبعد ما تتصفى مني هقول لك بقى ازاي نحطها في الاكياس عشان خاطر تبقى منظمه في الفريزر وما تاخدش مني مساحه خالص، لاني سالت على الموضوع دوت كتير جدا. الحاجه الوحيده اللي انا بحطها في الفريزر داخل لها يعني معموله جاهزه هي الخلطه بتاعه المحشي. طب ليه يا هبه؟ عشان خلطه المحشي بتتعمل بالزيت، فبتبقى سهله وما بتزرنخش، ما بتغيرش الطعم بتاعها، ما بتعملش اي حاجه وانت بتعملي الاكل كده ما تحسيش بتغير طعم حاجه خالص. لكن اللي بتتعمل بالطبيخ يعني بالسمنه مش بعملها بصراحه، بيبقى الموضوع سهل عليا لما اقف احمر البصلايه وانزل عليها بكيس الطماطم او كيس الصلصه اللي احنا هنعمله دلوقتي. بعد ما صفيت الطماطم وكمان عبيتها في الاكياس بالشكل اللي انت شايفاه دوت كده، هقول لك بقى على الطريقه ازاي تحطيها في الفريزر من غير ما تاخد منك مساحه خالص. اوعي تربطي الكيس كده، بصي في ناس كتير قوي بتربط الكيس كده وتروح رامياه في الفريزر بالشكل دوت كده، بجد والله هياخد منك مساحه كبيره جدا، مش هتعرفي تفرزي اي نوع خضار ولا اي حاجه، والفريزر هتلاقيك انت خدتي الفريزر كله في الطماطم. لا احنا النهارده هنعملها بطريقه تكون سهله وكمان منظمه، بحيث ان انت تقدري تفرزي كميه كبيره من الطماطم وكمان الخضار. هقول لك بقى دلوقتي انا عملتها ازاي. انا حطيت في كل كيس كوبايتين ونص صلصه. يعني ايه؟ يعني المج اللي هو دوت، المج اللي هو العادي بتاع الشاي، حطيت منه اتنين ونص، نص لحد هنا كده. انت طبعا حطي في الكيس على حسب ما انت عايزه، انا حطيت كوبايتين ونص لان هي خام ما فيهاش ولا نقطه ميه، تمام؟ مش ضربينها في الخلاط وحاطين معاها ميه، لا هي بتتضرب على طول في الخلاط، غير الطريقه الثانيه اللي احنا متعودين عليها اللي احنا بنضرب الطماطم الاول في الخلاط وبعد كده بنحطها على النار. الطماطم الاول لما بتتضرب في الخلاط بتبقى محتاجه ميه، لكن دي احنا عاملينها خام من غير ولا نقطه ميه. ده الكيس بقى بتاعي اهو بعد ما حطيت فيه الطماطم. انا هنزل لك الكاميرا شويه عشان تشوفي معايا خطوه خطوه. الكيس معايا بالشكل دوت كده، هفرده على الرخامه ما تخافيش، او هفرده على ترابيزه اي حاجه عندك. تبداي اللي انت تتني الكيس بالشكل دوت، والفتحه دي كده اهي اللي فوق هتتنيها كده. بعد ما تتني الكيس كده هتروحي ماسكاه كده كله على بعضه وقلباه بالشكل دوت كده. كده بقى معايا مبطط اهو هيتلج على نفس الشكل، ما تخافيش مش هيتفتح منك، ما تخافيش مش هيحصل له اي حاجه. لو خايفه اللي هو يتفتح منك رصيه على صينيه ودخليه الفريزر، بعد ما يمسك منك ابقي حطيهم كلهم فوق بعض. لكن انا هوريكي دلوقتي انا بعمل ايه. تعالي نعمل مع بعض واحد تاني.
الطماطم تقيله اصلا يا جماعه، يعني انت يا دوب هتطلعي مثلا كيس الطماطم دوت وتروحي حاطه عليه مغرفتين شوربه ويبقى كده الطماطم بقت معاكي تمام. بصي الشكل دوت اهو، نعمل واحد تاني. ماشي، كمان انا هوريكي دلوقتي انا برصهم في الدرج بتاع الفريزر ازاي. افرديه كده، تيجي عند الحرف بتاعه اللي هنا دوت، تروحي تانيه كده الكيس من فوق من هنا بتتنيه كده تمام، وتروحي واخده الحرف بتاعه. بصي الكيس من فوق من هنا اهو تنيناه، بعد كده بتروحي واخده الحرف دوت كده حطاه على الحرف دوت اهو، تروحي مشقلباه كده، بقت الفتحه من تحت ومتنيه كمان، يعني بصي الفتحه من تحت ومتنيه. هنحط بقى كله فوق بعضه بالشكل دوت كده، هنرصهم بقى في الفريزر. عايزه اقول لك اللي دول 3 اكياس مش واخدين مساحه خالص، لو انت هتعمليه مدور كده وتربطي الكيس وترميه في الفريزر، الثلاث اكياس دول هياخدوا بمقام كيس واحد بس. فليه بقى نعمل كده واحنا بايدينا اللي احنا ننظم الحاجه، وعينيكي تبقى شايفه الحاجه حلوه كده وجميله ومهندمه كده في الفريزر، وكمان الشكل العام ما تفتحي الفريزر قدام حد. انت سيبك من اي حد، انت كمان لما تيجي تفتحي الفريزر كده الصبح عايزه تطلعي تعملي اكل تبقي فرحانه والحاجه متنظمه جواه، كل حاجه مترتبه ومتنظمه، صدقيني الحياه بتبقى سهله وبسيطه عن بكثير قوي ما بتبقى في كروته وفي استعجال وفي الحاجه. اعملي الحاجه بهدوء صدقيني هتلاقي كل حاجه عندك متيسره. انا بقى هجيب الدرج بتاع الفريزر دلوقتي واقول لك ازاي انا هرصهم فيه. خلاص دلوقتي حطيتهم في الدرج بتاع الفريزر. انا جايبه عندي هنا اصغر درج في الفريزر، اصغر درج في الفريزر من تحت خالص، بيبقى صغير جدا زي ما انت شايفه كده، فبحط فيه بحس اللي هو محكم شويه، وبعد كده بعد ما بيجمدوا بنقلهم في اي درج انا عايزه انقله فيه. بالشكل دوت كده انا رصيت الكميه كلها تحت بعضيها كده او فوق بعضيها. بصي مش واخده مني مساحه خالص، عايزه اقول لك المساحه الصغيره جدا اللي هم واخدينها دول واخدين 18 كيس صلصه، يعني كميه كبيره مش قليله. لما تحطيها اكياس مدوره في الفريزر بتبقى يعني هو بكبيرك قوي 5-6 اكياس وهتلاقي الفريزر اتملى، لكن لما تعمليه بالطريقه ديت كده صدقيني الموضوع هيفرق معاكي قوي. انا حطاهم فوق بعضيهم، ممكن الحته الصغيره ديت كده تستغليها في اي حاجه تانيه، بس انا هحط هنا الكوبايه ديت كده عشان خاطر انا حاطه كميه كبيره فوق بعض، فالكميه دي لما اجي ادخل الدرج ممكن يميلوا كده ويقعوا والاكياس تتفتح. انا مش عايزه كده، انا عايزاها تجمد على نفس الشكل دوت كده لحد ما تجمد عشان الصلصه ما تتقلبش مني في الفريزر. بالشكل دوت كده ادخله بقى الفريزر لحد ما يجمد معايا، عاوزه انقله في مكان تاني هنقله، عايزه اخليه زي ما هو براحتك خالص. طريقه سهله وبسيطه ومش متعبه خالص، يا دوب انت بتجيبي الطماطم وتحطيها على النار و سيبيها تغلي غلوتين 3-4-5 كده لمدة نص ساعة او تلت ساعة، وبعد كده بتضربيها في الخلاط عندك هاند بلندر، بتعملي بالهاند بلندر وبتصفيها وبتحطيها بالشكل اللي انت شايفاه دوت كده. بس كده بتقعد معاكي فترة طويلة، بتسهل كتير علينا لو انت موظفة وبتيجي من الشغل مثلا تعبانة ومش قادرة، بتطلعي كيس الطماطم قبل ما تنزلي الصبح، بتطلعي الخضار اللي احنا مفرزينه، وبتطلعي كيس اللحمة وبيبقى عندك الغدا جاهز و الدنيا متيسره شويه. بس كده ده الهدف من الفيديو، اللي احنا نسهل على نفسنا المواضيع ما نصعبش كل حاجه. صدقيني لما الحياه بتبقى سهله كده وانت بتاخدي الحياه كده ببساطه وبتسهلي على نفسك، اي نعم هتتعبي ساعتين ثلاثه، لكن والله صدقيني طول الشهر هتبقي مستريحه. مش شهر رمضان بس اللي احنا بنعمل فيه الكلام دوت، لا طول السنه تبقي مستريحه والموضوع عندك سهل كده، وبيفرق معاكي جدا في عمايل الحاجه، بتبقي داخله المطبخ مستعديه كده للحاجه، لكن لما بيبقى لسه توضيب بقى وتجهيزات والكلام دوت بتزهقي وبتبقي متضايقه، لكن لما تبقى كل حاجه متيسره صدقيني ربنا بييسر لك الامور. بس كده ده الفيديو بتاعي النهارده، اتمنى يعجبك. ما تنسيش لو انت اول مره تشرفيني تدوسي اشتراك وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات، وطبعا ما تنسيش اللايك بتاعك ودعوه حلوه. اللهم بلغنا رمضان وكل سنه وانتم طيبين، بحبكم في الله يا احلى واجمل اخوات في الدنيا دي كلها، وسلام.